نعم. فأولهم نوح عليه السلام. أول الرسل نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الرسل هو نوح، يعني أول الرسل بعد حدوث الشرك. لما حدث الشرك في قوم نوح عبدوا الصالحين الذين صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا أحوالهم، ثم بعد ذلك دب الشيطان إليهم فعبدوا هذه الصور من دون الله. فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام، لكنهم أصروا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه أصنامهم التي كانوا يتواصون بالبقاء عليها، وأن لا يتبعوا نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن أغرقهم الله بالطوفان جميعا، أرسل عليهم الماء من السماء ومن الأرض حتى على رؤوس الجبال وغطى الجبال، فهلك كل أهل الأرض إلا من كان في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام، أهلكهم الله عن آخره، لأنهم أصروا على الشرك ولم يقبلوا التوحيد، فكانت عاقبتهم الهلاك. ونجى الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة. هذا نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد حدوث الشرك، إلا قبل أنبياء، آدم عليه السلام نبي، شيث نبي، وإدريس نبي، كلهم قبل نوح، لكن هؤلاء أنبياء قبل أن يحدث الشرك. لما حدث الشرك حينئذ بعث الله نوح عليه السلام نوحا عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد ويردهم إلى العقيدة الصحيحة وإلى عبادة الله عز وجل. نعم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، شيء معلوم. نعم.